بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستأنف معكم طلابنا الأعزاء في مساق الكيمياء العامة دراسة الفصل 17 اللي هو عبارة عن مواضيع إضافية ولكن مهمة جدا في مجال الاتزان في المحاليل المائية. الدرس الماضي درسنا عن التأثير الكومون أيون وعن البفر سوليوشنز. الآن بندرس شغلة تانية اللي بنسميها إحنا السوليوبيليتي برودكت. إيش اللي بنقصده إحنا بالسوليوبيليتي برودكت؟ إحنا لما درسنا ذائبية المواد الصلبة في الماء قلنا إنه في مواد عندنا ووتر سوليوبل، زي مثلا لما كنا نقول الصوديوم أسيتيت هذا بدوب في المية ووتر سوليوبل، النيتريتس ووتر سوليوبل، وكنا نقول في مواد لا تذوب زي مثلا لما كنا نقول الAgCl مثلا السيلفر كلورايد لا يذوب. فالدراسة العامة لموضوع الذائبية بتعطوا التصنيف الأولي إنه هناك مواد تذوب وهناك مواد لا تذوب. الآن الدراسة الدقيقة اجت على المواد اللي ما بتذوب وفحصت بشكل دقيق جدا جدا، لقت انه هذه المواد اللي احنا بنعتبرها مش ذائبة في إلها نسبة ذائبية قليلة جدا جدا جدا، فدرست هذه النسبة. واضح؟ وهذا هو موضوعنا، هو الذائبية القليلة جدا جدا للمواد اللي بشكل عام احنا بنعتبرها انها لا تذوب. يعني مثلا الباريوم سولفيت قلنا عنه سوليد ولا يذوب. الآن إحنا بنطور المفهوم الآن شوية، بنقول هو حقيقة يذوب بمقدار قليل جدا جدا جدا. بناء على ذلك الباريوم سولفيت سوليد لما بده يذوب حيعطينا باريوم 2 بلس أكيوس زائد SO4 2 ماينس أكيوس. لو كنت بدي أخذ ثابت الاتزان اللي هو والآن حأسميه KSB لأنه حألغي منه السوليد، حيكون باريوم 2 بلس في SO4 2 ماينس. الآن هذا إيش أنا بسميه الـ KSB سوليوبيليتي برودكت، بمعنى ثابت الذائبية. وبشكل عام الـ KSB أو السوليوبيليتي برودكت بشكل عام بتكون في القيمة قليلة جدا جدا جدا. الآن كل المواد اللي ما بتذوبش درسوها العلماء بتمعن، لاحظوا انه في إلها نسبة ذائبية قليلة، حسبوا الKSB زي ما انا قلت. لو اطلعنا الآن انا حاطط جدول لهذه القيم، حنلاحظ مثلا الباريوم كربونات 10^9، الباريوم كروميت 10^19، 10^4، 10^20، 10^8، 10^11. كل هذا الكلام معناه انه ذائبية يعني تكاد تكون مهملة، لكن انا مهتم ان ادرسها وادرس هذا الاتزان تبع الذائبية. الان الشيء الاول، كيف انا اكتب معادلة السوليوبيليتي برودكت؟ طبعا المادة اللي بشكل عام قلنا عنها بتدوبش اساسا او بتدوب بمقدار قليل جدا جدا حتكون على شكل سوليد، حتعطيني الايونات التايون العادي، يعني الكالسيوم حيصير كالسيوم 2 بلس، والاف عارفينها اف ماينس، اذا 2 اف ماينس. بناء على ذلك الKSB هنا حتكون الاكيوس ايونز، هذا السوليد مش حيدخل في الKSB اكسبريشن، حيكون كالسيوم 2 بلس في اف ماينس، ولانها مضروبه في 2 بيكون اس 2. وحنلاحظ انه هنا الKSB مثلا لهذا المثال 3.9 × 10^11، يعني ذائبية قليلة جدا جدا جدا. طبعا احنا بدنا نكون فاهمين انه السوليوبيليتي بتختلف عن الKSB. طبعا السوليوبيليتي
ممكن نعبر عنها mass solubility يعني بالجرام، يعني أشوف كم يذوب من المادة بالجرام لكل لتر، وغالبا حتكون قليلة جدا. أو الجرام أنا بقدر أحوله على مول، يعني الجرام على المولكيولار ويت بصير مول، كم يذوب من المادة بالمول لكل لتر. هذه بسميها mass solubility لأنه بستعمل الماس جرام لكل لتر. ولو حولت الويت لقسمته على المولكيولار ويت صار مولز، بسميها مولر سوليوبيليتي. الآن من المولر سوليوبيليتي بيكون عندي هنا المولر كونسنتريشن، وأنا الكي أس بي حقيقة هي من المولر كونسنتريشن. يعني لما لاحظنا كي أس بي كانت تكون مثلا باريوم 2 بلس اللي هو المولر كونسنتريشن للباريوم في الأس أو 4 ماينس ماينس وهكذا. فالسوليوبيليتي شيء يعبر عنه إما بالماس سوليوبيليتي جرام لكل لتر، أو المولر سوليوبيليتي مول لكل لتر اللي هو حيعطيني المولاريتي. طبعا انا هنا لو كان عندي المولار سوليوبيليتي وقال لي حول لماس سوليوبيليتي، بدك تتحرك بهذا الشكل، بدك تقول ضرب الموليكولار ويت. لو كان عندك الماس سوليوبيليتي وحول لمولار سوليوبيليتي، تقسيم الموليكولار ويت. واضح؟ فبدي انا من الماس سوليوبيليتي للمولار سوليوبيليتي بدي اقسم على الموليكولار ويت. في عند المولار سوليوبيليتي وقال لي اوجد لي الماس سوليوبيليتي، بدي اضرب في الموليكولار ويت. هذه النقطه نضل متذكرينها، الماس سوليوبيليتي بتصير مولار سوليوبيليتي بالقسم على الموليكولار ويت، المولار سوليوبيليتي بتصير ماس سوليوبيليتي بالضرب بالموليكولار ويت. الان لو أعطانا مثال بسيط، قالنا solid silver chromate is added to pure water، يعني جبنا السيلفر كروميت بدنا نفحص الذائبية تبعته، حطيناه في مية عند 25 درجة مئوية، and some of the solid remains undissolved، داب منه جزء قليل جدا جدا والباقي ما دابش. The mixer is stirred for several days، ضلوا يحرك يعني بده يضمن انه داب منه أقصى ما يمكن، حركوا لعدة أيام to ensure that equilibrium is achieved between the undissolved silver chromate and the solution. الآن لما تأكد انه داب بده يشوف تركيز الأيونات في المحلول. Analysis of the equilibrated solution shows that the silver ion concentration، هاي تركيز ايون الفضة اعطاني اياه وقال لي assuming that Ag2 chromium O4 dissociates completely in water and that there are no other important، يعني انه التحلل للجزء البسيط اللي دائب هو تحلل حسب هذه المعادلة، هاي اللي بيقصد يعني انه من هذا يدوب جزء بسيط حسب هذه المعادلة. الآن هو إيش قاس؟ قاس تركيز السيلفر أيون 1.3 في 10 ناقص 4. طبعا اللي بتطلع على نسبة المولات هذه 2 هذه 1. بناء على ذلك إذا أنا عندي السيلفر أيون واللي نسبته 2 بقدر أحسب أيون الكرومات طبعا نصه، قول 1.3 في 10 ناقص 4 على 2 بساوي 6.5 في 10 أس ناقص 5 مولار. صار عندي هذا التركيز وهذا التركيز. الآن بقدر أحسب الكي أس بي. الكي أس بي AG بلس سكوير على ضرب كروميوم O4 2 ماينس. أجي أعوض هاي الـ AG بلس 1.3 في 10 أس ناقص 4 سكوير، هدول 6.5 في 10 أس ناقص 5، بتطلع الكي أس بي للسيلفر كروميت 1.1 في 10 أس ناقص 12. وهنا هو يعني كأنه عرفني كيف بالتجربة بيعملوا السوليوبيليتي برودكت. الآن من السوليوبيليتي من الذائبية المولر سوليوبيليتي أنا حسبت الكي أس بي. الآن بدو يعني أشتغل العكس، يعني هما شغلتين، يا إما أنا بدي يكون عندي الذائبية وأحسب الكي أس بي، يا عندي الكي أس بي وأحسب الذائبية، شغلتين عكس بعض. بيقول لي كيف ممكن تحسب لي الذائبية فروم كي أس بي؟ بيجيب لي الكالسيوم فلورايد اللي بنعتبره إحنا بدوبش، لكن هو بدوب بمقدار بسيط جدا جدا. إلو الكي أس بي 3.9 في 10 أس ناقص 11 عند 25 درجة مئوية.
افترض انه الكالسيوم فلورايد بتقيم بهذا الشكل، كالسيوم فلورايد بصير كالسيوم 2 بلس زائد 2 اف ماينس، وما فيش اي ايونات تانية. بقول احسب لي السوليوبيليتي للكالسيوم فلورايد ان جرام بير لتر. طبعا انا بالحسابات حيطلع عندي المولر سوليوبيليتي، بس عرفت انه المولر بضربها في الموليكولار ويت بتطلع جرام بير لتر. الان لو انا قلت قبل ما اعمل الذائبية كان عندي من هنا كمية مش هتدخل في الاتزان مالي ومالها، كان عندي صفر من الكالسيوم صفر من الفلور، الان داب جزء من هان، هذا الجزء نفترضه اكس اللي داب، زاد الكالسيوم بمقدار اكس زاد الفلور بمقدار 2 اكس لانه نسبة 1:2. بناء على ذلك المولاريتي اللي هنا اذا كانت اكس المولاريتي اللي هنا الاكوليبريم 2 اكس. لما اجي انا اعوض في الكي اس بي، لما اجي انا اعوض في الكي اس بي بتساوي كالسيوم 2 بلس في اف ماينس سكوير، اقول اكس في 2 اكس سكوير 4 اكس كيوب بيساوي الكي اس بي اللي هو معطيني اياها في الجداول او في المساله 3.9 في 10^-11. بقدر احسب الاكس رياضيا جذر تكعيبي والاله بتعمله. الان الاكس 2.1 في 10^-4. الان الاكس انيه الاكس اللي هي الكالسيوم، هذه اللي هي مولر سوليوبيليتي، واضح؟ يعني مول لكل ليتر، هاي معنى مولر سوليوبيليتي، واضح؟ هذا اللي هو تركيز الكالسيوم بلس، واضح انه تركيز الكالسيوم بلس بيساوي تركيز الكالسيوم اف2. ليش؟ لانه هذا واحد وهذا واحد، فتركيز الكالسيوم بلس هو اللي باخده لحساب المولر سوليوبيليتي لهذا، لانه النسبه هان واحد وهنا واحد. بناء على ذلك المولر سوليوبيليتي 2.1 في 10^-4. طب لو بدي احولها لماس سوليوبيليتي، تو لسه قلت بدي اضرب في الموليكولار ويت للكالسيوم فلورايد الموليكولار ويت 78.1 حتطلع 1.6 في 10^-2 جرام لكل لتر. يعني الجواب اللي بيطلع من عندي هنا هو مولر سوليوبيليتي بدي احوله لماس سوليوبيليتي باضربه في الموليكولار ويت. الآن لو أنا قلت يا ترى هذه السوليوبيليتي هل تتأثر بعوامل خارجية ولا لا؟ هلاحظ أنه نفس المفاهيم العامة اللي أنا شرحتها المتعلقة بالاتزان. أول إشي الكومون أيون إفكت بأثر على السوليوبيليتي. إيش معنى الكومون أيون إفكت؟ أنه أنا لو ضفت أيون سواء هذا أو هذا، if we add a common أيون، كيف الاتزان بده يتجه؟ بهذا الاتجاه. اذا الكومون ايون decreases solubility. الكومون ايون addition of a common ion decreases solubility. بعد شوية حاخد انه لو سحبت واحد من هدول حتزيد السوليوبيليتي، واضح؟ اضافة كومون ايون بنقص الذائبية. سحب الكومون ايون removal of the common ion will increase solubility. إذا if one of the ions in a solution سواء قلت هذا أو هذا، if one of the ions in a solution equilibrium is already dissolved in the solution، يعني أنا ضفته من برا، the equilibrium will shift to the left and the solubility of the salt will decrease. واضح؟ هاي الكومون ايون. إذا إضافة الكومون ايون ككلام وصفي بتنقص الذائبية. إضافة الكومون ايون وصفيا بتنقص الذائبية. الآن لاحظوا هنا أنا بدي إيش أعمل؟ بدي أخذ مسألة حسابية أشوف كيف كانت الذائبية قبل وكيف الذائبية بتصير، كيف بتنقص الذائبية مع إضافة الكومون أيون. Calculating the effect of a common ion on solubility اللي إحنا اتفقنا وصفيا هي بتنقص الذائبية. بيقول لي calculate the molar solubility of calcium fluoride at 25 degrees centigrade in a solution. باجي في الاول بتذكر، طب انا المولار سوليوبيليتي للكالسيوم فلورايد الاساسية قبل شوية لسه حسبتها بدون كومون ايون، ارجع على المثال اللي قبل،
هاي الكالسيوم فلورايد وهاي المولر سوليوبيليتي له، عشان اضل متذكرها، كانت 2.1 × 10⁻⁴. هذا المولر سوليوبيليتي بدون كومون ايون. الان نشوف بهذه المساله ايش عمل هو. احنا في المساله الصحيحه صحيح. Calculate the effect of a common ion, the molar solubility of calcium fluoride at 25 degrees centigrade in a solution that is 0.01 molar calcium nitrate. يعني كأنه جاب من برا من الخارج محلول كالسيوم نيتريت. طبعا الكالسيوم نيتريت هذا all nitrates are soluble، بيدوب بشكل كامل. الكالسيوم نيتريت حسب قواعد الذهبية اللي اخذناها بدوب بشكل كامل. بناء على ذلك لو كان عندي منه 0.010 مولار سوليوشن حيدوب وحيعطيني من ايون الكالسيوم 0.010 مولار. هاي الكومون ايون اللي انا ضفته، هذا ضفته من برا. الان ما عدا ذلك نفس الكالسيوم فلورايد بيعطي اكس من الكالسيوم، يعني الذائبيه الناشئه عن الكالسيوم فلورايد اكس من الكالسيوم و2 اكس من الفلور. الان لو حسبت هذا ضفت 0.01 من الخارج كومون ايون بلس اكس 0.01 بلس اكس تمام حتساوي تقريبا 0.01. ليش؟ لانه الثابت قليل جدا وهنا صفر مع 2 اكس 2 اكس. بناء على ذلك لما انا بدي اخذ تعبير الكي اس بي اللي بتساوي 3.9 × 10⁻¹ كالسيوم 2 بلس في اف ماينس الكالسيوم 2 بلس 0.010 بلس اكس. الاكس حتكون قليله جدا مقارنه بهذه، اذا حنهملها حيصير 0.010 في 2 اكس الكل سكوير حتصير 4 اكس سكوير. بناء على ذلك الكي اس بي بتساوي 0.010 لغيت الاكس في 2 اكس سكوير سو سول 4 اكس. الاكس الان السوليوبيليتي 3.1 × 10⁵. الان لاحظوا الانسان اللي بده يعمل مقارنه في وجود الكومون ايون السوليوبيليتي 3.1 × 10⁵ بدونه 2.1 × 10⁴. ايش الاستنتاج؟ السوليوبيليتي انكريز ولا ديكريز؟ هاي بدون كومون ايون، هاي مع كومون ايون، مين اقل؟ هذه. اذا السوليوبيليتي ديكريزز upon the addition of a common ايون. السوليوبيليتي بتقل مع اضافه الكومون ايون، وهينا حسبت قديش صارت، يعني قديش كانت بدون الكومون ايون، حسبته في المثال الاول. قديش صارت مع إضافة الكومون أيون حسبته وتأكدت فعلا أنه الكومون أيون addition of a common ion decreases solubility. يعني إذا جبنا لكم يا سؤال صح وغلط ما تغلبوناش أو أكمل الفراغ. addition of a common ion فراغ solubility decreases ولا increases؟ decreases solubility، بقلل الذائبية. الآن نشوف مسألة ثانية. Calculating the effect of a common ion on solubility. Calculate the molar solubility of calcium fluoride. مرة ثانية نفس الكالسيوم فلورايد اللي احنا درسناه واللي أخذنا انه solubility تبعته أصلا 2.1 × 10⁴. حسبناه في أول مسألة. In a solution that is 0.01 molar in calcium nitrate. فرع B حلينا الفرع A 0.01 molar in sodium fluoride. يعني أنا المرة هذه بدي أضيف إيش؟ الفلورين أيون. الكالسيوم نيتريت حليته في الفرع الأول. طيب بدي أضيف الفلورين. قديش مقدار الفلورايد اللي موجود الصوديوم فلورايد بدوب بشكل كامل؟ بناء على ذلك الـ F- بدها تساوي 0.010.
فانا لو اجيت انا قلت الانيشيال كان من هان صفر وكان كل الاف ماينس بوينت او 1 0 الان داب من هذا اكس وداب من هذا 2 اكس هذه صارت اكس وانا بوينت او 1 0 زائد 2 اكس الان البوينت او 1 0 ل 2 اكس بالنسبه لها قليله جدا جدا فحيصير السوليوبيليتي برودكت بتساوي الكالسيوم اللي هي اكس في بوينت او 1 0 الكل سكوير ليش لانه هنا في عندي 2 ال 2 اكس شطبتها بوينت او 1 0 سكوير بنحسب قيمه اكس السوليوبيليتي بنلاحظ انه باضافه ايون الفلور بتركيز معين هنا اصبحت 3.9 تايمز 10 تو ذا ماينس 7 مره ثانيه addition of the common ion اللي هو الاف ماينس ايون decreases ولا increases solubility بنلاحظ انه اضافه الاف ماينس رجع الاتزان لورا قلل الذائبيه كانت 2.1 في 10 اس ناقص 4 قلت بشكل كبير صارت 3.9 في 10 اس ناقص 7 هاي هدول مثالين شفنا كيف وصفيا حسب قاعده لوتشاتيليه السوليوبيليتي بتقل وحسابيا قديش مقدارها قديش كانت وقديش صارت برضو هذا الكلام احنا شفنا العامل الثاني اللي بيأثر على السوليوبيليتي الحقيقة اللي هو البي اتش طبعا البي اتش هي مصدر في النهاية انا كانه عندي مصدر للاتش بلس يعني لو انا مثلا اخذت المغنيسيوم هيدروكسيد والمغنيسيوم هيدروكسيد بشكل عام بنعتبره انسوليوبل ليش شوفوا الكي اس بي له 1.8 في 10 اس ناقص 11 طب خلينا نشوف السوليوبيليتي الضعيفه تبعته مغنيسيوم هيدروكسيد بده يعطينا مغنيسيوم 2 بلس زائد 2 او اتش ماينس الان لو انا اجيت ضفت اتش بلس من الخارج ضفت حامض هذا الحامض اللي ضفته ايش حيعمل حيجي يتفاعل مع الاو اتش ماينس يسحب الاو اتش ماينس ويكون لي مية بناء على ذلك انا ايش قاعد هنا اعمل حقيقة قاعد اشيل احد المتفاعلات من هنا لما انا عمال شلت هذا المتفاعل او هذا الجزء الايون الاو اتش ماينس من خلال تفاعله مع الاتش بلس شلته من هنا ايش بده يصير عندي كيف الاتزان بده يعدل حاله بده يعوض النقص حيصير يعطي بهذا الاتجاه يعطي بهذا الاتجاه بناء على ذلك السوليوبيليتي في هذه الحاله if we remove an ion through its reaction with h plus يعني انا شلت الاو اتش ماينس من خلال تفاعله مع الاتش بلس اذا انا كاني بالمحصله I removed the OH minus الان الاتزان حيتجه لليمين الذائبيه ايش بده يصير لها will increase انا لما كنت اضيف ايون كانت الذائبيه تقل الان لما بسحب ايون من خلال تفاعله مع الاتش بلس الذائبيه حقيقه اللي بده يصير لها انه بدها تقل واضح هذا الكلام الذائبيه بدها تقل نشوف هذا الكلام بيقولنا a saturated solution of magnesium hydroxide has a calculated pH of 10.52 and its Mg2 plus concentration is 1.7 في 10 أس ناقص 4 مولر now suppose that solid magnesium hydroxide is equilibrated with a solution buffered at pH 9 يعني خلينا البي اتش لهذا المحلول 9 ذا بي او اتش ذيرفور از 5 يعني لو كان محلول له البي اتش 9 البي او اتش له قديش بدها تكون 5 فالاو اتش ماينس للي بيعرف يعمل اللوج اذا كانت هذه 5 اذا تركيز الاو اتش ماينس 1 في 10 اس ناقص 5 يا بيعملها الانسان مباشر من مخه يا اما بيعملها على الكالكوليتر inserting this value for OH- يعني اصبحت ال OH- بهذا المقدار اللي هو 1 في 10 اس ناقص 5 اجي اعوض انا عندي المغنيسيوم 2 بلس والكي اس بي بتساوي مغنيسيوم 2 بلس في OH 2 ماينس
بيساوي الكي اس بي، هاي الكي اس بي والاو اتش ماينس حسبناها من قيمة البي اتش 1 في 10 اس ناقص 5 سكوير. اذا ايش المغنيسيوم 2 بلس في هذه الحالة؟ بنلاحظ انه المغنيسيوم 2 بلس حيطلع 1.8 في 10 اس ناقص 11 على 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 5 سكوير 0.18 مولر. الان بنلاحظ انه المغنيسيوم هيدروكسيد بدوب لحد ما يصير المغنيسيوم 2 بلس 0.18 مولر، وواضح انه هذه ال 0.18 مولر اعلى كتير كتير من السوليوبيليتي بدون وجود اللي هو الايون الاتش بلس اللي اثر على تركيز الاتش ماينس. يعني انا لو كنت بدي السوليوبيليتي للمحلول النقي بدي اقول الكي اس بي بدها تساوي المغنيسيوم 2 بلس في الاو اتش ماينس سكوير، طبعا هذه تكون اكس وهذه تكون 2 اكس سكوير، كله بده يساوي الكي اس بي. الكي اس بي في هذه الحاله اللي قيمتها 1.8 في 10 اس ناقص 11، بناء على ذلك 4 اكس كيوب بده يساوي 1.8 في 10 اس ناقص 11، فالاكس اللي هي بتساوي السوليوبيليتي هذا الكلام على 4 ضرب 100. بنشوف احنا الكالكوليتر وبنحسب هذا الكلام. هذا الكلام لو كنا بدنا نحسبه بدنا نقول 1.8 في 10 اس ناقص 11 تقسيم 4 يساوي، ناخذ له الجذر التكعيبي حيطلع 1.6 في 10 اس ناقص 4. الان لاحظوا هذه السوليوبيليتي بدون وجود الحامض اللي نقص قيمه البي اتش. الان ايش صارت السوليوبيليتي؟ 0.18. نقارن بين الرقمين، سوليوبيليتي انكريز ولا ديكريز؟ واضح انه السوليوبيليتي انكريزز ان ذيس كيس. واضح اضافه الاتش بلس وتفاعله مع الاو اتش ماينس، اخذ الاو اتش ماينس صار التفاعل يتجه لليمين يدوب مزيد من المركب. So solubility increases when we add H plus that reacts with the OH minus. هو حقيقة هنا إضافة ال H plus معناها رفع ال OH minus. واضح؟ يعني بديش حد يخربط، أنا صح بضيف ال H plus لكن لما ضفتها إيش عملت في ال OH minus؟ رفعت الـ OH- تفاعلت معها نقصتها. الآن إذا أنا نقصت من هان كيف السوليوبيليتي بدأت تتجه بهذا الاتجاه؟ فالسوليوبيليتي حتزيد، بدل ما كانت 1.6 في 10 أس ناقص 4 صارت 0.18 مولر، زادت بشكل وبشكل كبير جدا كمان. الآن حقيقة هذا الكلام ممكن يتم مش بس مع الـ OH- مع أي أيون سالب لحمض ضعيف، يعني الـ H+ ممكن تتفاعل مع الـ OH- وتعطينا H2O. يعني لاحظوا لو أنا كنت بدي أضيف H+ مع أي أيون من هدول حيصير تفاعل، يعني الـ H+ مع الـ OH- حتعطينا H2O، إذا هي رفعت الـ OH-، الـ H+ مع الـ F- حتعطينا HF، الـ H+ مع الـ HC حتعطينا HCO3-، مع هذه حتعطينا HBO4-، مع الـ CN حتعطينا HCN هيدروسيانيك أسيد، مع الـ S2 حتعطينا HS-. واضح؟ فالـ H+ الحقيقة مش بس بتتفاعل مع الـ OH-، بل تتفاعل مع أي أنيون أيون سالب لحمض ضعيف. لكن انتبهوا معنا لنقطة كتير كتير مهمة، إنه يا ترى لو كان الأيون لحمض قوي يعني زي الـ Cl-
ولا البي ار ماينس ولا الاي ماينس ولا الان او 3 ماينس، هذول اساسا جايين من ايش؟ من احماض قويه. يعني السي ال ماينس هو من اتش سي ال، البي ار ماينس من اتش بي ار، الاي ماينس من الاتش اي، الاي ماينس من الاتش اي، الان او 3 ماينس من الاتش ان او 3. الان هل يا ترى الاتش بلس بتتفاعل معهم زي الشكل اللي فوق وبتعطي الحامض؟ الجواب لا، ما بتتفاعلش. ليش؟ لانه هذه احماض قوية بتفضل تضل متأينة. ولذلك اضافة الاتش بلس على الايونات السالبة للاحماض الضعيفة بتزيد الذائبية. لكن لو انا كنت باضيف على ايونات سالبة لاحماض قوية، حقيقة هذا التفاعل بتمش. يعني ما بصيرش انه السي ال ماينس يتفاعل مع الاتش بلس يعطيني اتش سي ال. ما حد يتوقع انه هذا يقول هيو ما هي الاتش بلس بدها تتفاعل مع السي ال ماينس تعطيني اتش سي ال، ابدا مش ممكن. ليش؟ لانه حقيقة التفاعل مش بهذا الاتجاه. التفاعل انه الاتش سي ال حمض قوي وبيمشي بهذا الشكل، بناء على ذلك بتضل هذه عبارة عن اتش بلس وسي ال ماينس وما بتتفاعل. ولذلك لاحظوا الكلام: If the substance has a strong basic anion of a weak acid such as this, it will be more soluble in acidic solution. هنا بتزيد الذائبية لأنه تم تفاعل. لكن the solubility of salts with anions of negligible basicity اللي هم الانيونز of strong acid such as Cl- Br- I- NO3- are unaffected by pH. ما بتتأثر بالبيH لأنه الH بلس لا تتفاعل مع Cl- بتعطينا HCl. حقيقة اللي احنا عارفينه انه الHCl بتحلل بيعطينا H بلس مع Cl-. فالتفاعل بهذا الاتجاه لا يتم، التفاعل بهذا الاتجاه لا يتم. فمش هتيجي الH بلس تتفاعل مع Cl- تعطيني HCl، ولذلك مش هيكون هنا في تأثير للحامضية على الذائبية إذا كان الأيون هو أيون لحامض، الأيون السالب الأنيون أيون لحامض قوي لا تأثير للذائبية. لكن إذا كان أيون لحامض ضعيف في عندي تأثير إنه الذائبية تزيد. يمكن هذا الكلام هو اللي عمله في هدول الرسمات، إنه قال لي لو كان مثلا الأيون F ماينس، F ماينس جاي من أي حامض؟ من HF اللي هو weak acid. بناء على ذلك هنا ال H بلس مع ال F ماينس بتفاعلوا بيعطوا HF والذائبية تزيد، لأنه الاتزان هنا التفاعل بيمشي بهذا الشكل. H بلس مع ال F ماينس بكون نسبيا HF. ولذلك ذائبية مركب زي ال BBF2 في أيون ال F ماينس مع ال H بلس بتزيد، وهي يلاحظ انه كيف صارت الذائبية تزيد. لكن لو كنت انا بحكي عن ايون زي الاي ماينس، اجي بدي افاعل انا اي ماينس مع اتش بلس واقول بده يعطينا اتش اي، الحقيقة انه هذا التفاعل اي ماينس زائد اتش بلس عشان يعطينا اتش اي ما بيتمش. وبناء على ذلك السوليوبيليتي ما بتتغير بزيادة الحامضية بتغير البي اتش في حالة انه الايون السالب هو ايون لحامض قوي. هذا الكلام خلينا نشوفه من خلال بعض الامثلة. بيقول لي مين حيتأثر السوليوبيليتي له في which of these substances are more soluble in acidic solution than in basic solution، في المحاليل الحمضية. انا بتطلع على الايون السالب، هنا الايون السالب الـ OH، هنا الايون السالب الكربونيت، هنا الايون السالب الفلورايد، وهنا الايون السالب في اخر مثال Cl minus. واضح؟ Cl فلور كربونيت OH. الان هذا ايون سالب لحمض ضعيف، وهذا ايون سالب لحمض ضعيف، وهذا ايون سالب لحمض ضعيف، وهذا ايون سالب لحمض قوي. هنا الذائبية بتزيد، هنا الذائبية بتزيد، هنا الذائبية بتزيد، هنا نو افكت.
واضح؟ وهذا اللي موجود عندنا. الآن كيف الـ H بلس بيجي بيتفاعل؟ بيقول لي اكتب معادلة نت ايونيك ايكويشن فور ذا رياكشن بتوين ان اسيد اند كبر سلفايد. طبعا انا عندي الكبر سلفايد في الاساس بيعطينا كبر 2 بلس زائد اس 2 ماينس. الان لما بدي اضيف حامض الاس 2 ماينس حتتفاعل مع الـ H بلس تعطينا اتش اس ماينس. اذا بدي النت ايونيك ايكويشن حيكون عندي كبر سلفايد زائد اتش بلس الان حيعطينا هذه وهذه حيشطبوا لانه حيصيروا على الطرفين كبر 2 بلس زائد اتش اس ماينس. هي معادله اللي هو الحامض كيف اثر على هذا الذوبان. ونفس الشيء لو انا في الاساس عندي الكبر ازايد الان 3 اتفقنا اسمها ازايد انايون بيعطيني كبر 2 بلس زائد 2 ان 3 ماينس. الان لو جبت اتش بلس تفاعل مع الازايد اعطاني هيدرو ازايديك اسيد اللي هو الاتش ان 3 وجمعت هذه زائد الاتش بلس الان الازايد هان والازايد هان على اليمين والشمال حيشطبوا بيعطينا كبر 2 بلس زائد 2 اتش ان 3 اكيوس اللي هو هيدرو ازايديك اسيد. هذا عشان بس نشوف كيف تاثير وتفاعل الحامض مع الايونات السالبه. من الاشياء الاضافيه اللي بتاثر على الذائبيه شيء بنسميه احنا الكومبلكس ايونز. ايش اللي بنقصده بالكومبلكس ايونز؟ انه انا الايون المتكون عندي افاعله مع بيس بحيث يعطيني كومبلكس. يعني اتخيل مثلا انه انا في عندي AgCl الآن هذا بيعطينا Cl- زائد Ag بلس. الآن أجيب من الخارج بيس زي أمونيا. الآن الأمونيا بتتفاعل مع الـ Ag بلس كأنه الأمونيا شالت الـ Ag بلس. اطلعوا أنا جبت بيس اتفاعلت مع احد مع الايون الموجب. لما تفاعلت عملت اشي بنسميه كومبلكس. هذا الكومبلكس لما تفاعله عمل لي هذا الاي جي ان اتش 3 2 بلس. الان الامونيا كانها شالت الاي جي بلس، خلينا نشيلها. لما الامونيا شالت هذه كيف الاتزان بده يمشي؟ بده يمشي بهذا الشكل عشان يعوض الاي جي بلس. اذا الكومبلكس ايون فورميشن انكريز ولا ديكريز السوليوبيليتي؟ الكومبلكس ايون فورميشن انكريز السوليوبيليتي. ليش؟ لانه الامونيا شالت الايون الموجب. التفاعل حسب قاعده لوتشاتيلي بده يعدل فبده يدوب بزياده. واضح؟ هي محصله هذا الكلام. وعشان هيك انا مثلا بجيب لي مثال بيقول لي هي عندك اي جي سي ال. اي جي سي ال ذائبيته قليلة جدا، يعني هاي معظمه سوليد، سوليد مش راضي يدوب. وبعض الايونات الاي جي بلس والسي ال ماينس اللي هي دابت. الان لو انا اجيت الاي جي بلس فعلتها مع الامونيا حيعطيني الكومبلكس هنا. الان شلت هذه صار ايش السوليد؟ يدوب يعوض. بناء على ذلك لو ضفت امونيا بكمية معقولة كل السوليد داب، ضل سوليد نو سوليد. اذا السوليوبيليتي ايش مالها؟ increases when we form complex ions with the cation. يعني انا عندي الايون الموجب اذا بفعله مع بيس او بنسميه ليجاند بنقص الايون الموجب التفاعل بده يعدل بناء على ذلك السوليوبيليتي will increase. اخر شغلة في موضوع العوامل المؤثرة على الذائبية. لاحظوا احنا في العوامل المؤثرة على الذائبية اخذنا كم عامل؟ واحد الكومون ايون، نمرة اثنين البي اتش، نمرة ثلاثة الكومبلكس ايون، نمرة اربعة الان بدنا ناخد
الامفوتيريزم. الان الكومون ايون كان بيقلل الذائبيه، البي اتش بتتفاعل مع البيس بتزيد الذائبيه، الكومبلكس ايون بيزيد الذائبيه. لاحظوا هيك صار الامر سهل. الكومون ايون ديكريز السوليوبيليتي، البي اتش اور اديشن او اتش بلس انكريز السوليوبيليتي لما يكون طبعا الايون لحمض ضعيف، والا للاحماض القويه ما كانش تاثير. شفنا هذا الكلام. الكومبلكس ايون بتفاعل مع الايون الموجب، شال الايون الموجب زاد الذائبيه. اخر شغله اللي بنسميها احنا امفوتيريزم، يعني انه بتحرك بجهتين. الان في عندي انا ميتال اوكسايدز زي الالومنيوم 3 بلس، زنك 2 بلس، 10 2 بلس. الحقيقه هدول بنلاحظ انه بتفاعلوا مع الاحماض وبتفاعلوا مع القواعد. الان باختصار لو قلنا انه مثلا الومنيوم هيدروكسايد هذا سوليد واجيت فعلته مع الاو اتش ماينس عمل لي هذا الكومبلكس، بناء على ذلك ايش عمل؟ هو زاد الذائبيه، هو زاد الذائبيه. طيب لو انا ضفت له اتش بلس، الاتش بلس حتيجي برضو تتفاعل مع تأثر على الألومنيوم 3 بلس، تتفاعل مع الألومنيوم 3 بلس، هاي الألومنيوم هيدروكسايد مع الأتش بلس بيتفاعل بيعطينا ألومنيوم 3 بلس زائد ووتر. إذن هيك صار تفاعل وهيك صار تفاعل، بزام الألومنيوم هيدروكسايد بتفاعل إذن هو قاعد بدوب مع البيس، وبزامه بتفاعل مع الحامض إذن هو قاعد بدوب. إذن هذا قاعد بتزيد ذائبيته في الوسط القاعدي وبتزيد ذائبيته في الوسط الحامضي، لأنه بتفاعل مع البيس بيعطيني كومبلكس، وبيتفاعل مع الأسيد بيعطيني الأيون الموجب زائد المية. فبالحالتين هدول الأيونات زي الألومنيوم 3 بلس اللي بنسميهم أمفوتيريك، يعني بيقدر يتفاعل مع الأسيد والبيس، حقيقة بتزيد ذائبيته في البيسك سوليوشن وبتزيد ذائبيته في الاسيديك سوليوشن. نقرا امفوتيريك ميتال اوكسايدز اند هيدروكسايدز ار سوليوبل ان سترونج اسيد اور بيس، بيدوبوا في الاحماض والقواعد القويه، بيكوز ذي كان اكت ايذر از اسيدز اور بيسز. اكزامبلز اوف ساتش كاتايونز ار، يعني هاي هنا تفاعل وزاد وهنا تفاعل وزاد الذائبيه. فالاسيد والبيس بهذه الحاله، يعني سواء ضفت اسيد او بيس على مثلا مركب الومنيوم ويل انكريز سوليوبيليتي، سواء ضفت اسيد او بيس على الالومنيوم هيدروكسايد ات ويل انكريز ذا سوليوبيليتي من خلال تفاعلين مختلفين موجوده المعادلات تاعتهم. اخر شغله في هذا الفصل انه لو انا حطيت من عندي ايونات مش اللي ناشئة عن الذوبان، وقتها مش حيكون عندي الكي، يعني مش في لحظة الاتزان حيكون عندي الكيو. الكيو ان اخد اي تركيز ايونات مش في لحظة الاتزان. الان بحسب الكيو للايونات اللي هم داخلين في المعادلة، اذا كانت الكيو بتساوي كي اس بي اذا انا في لحظة الاتزان. اذا الكيو اقل من الكي اس بي معنى ذلك more solid will dissolve لحد ما يصير كيو بتساوي الكي اس بي، واذا كانت الكيو اكثر من الكي اس بي معناه المركب بده يترسب عندنا. واضح؟ فاحنا لما نيجي نحسب قيمه كيو، اما كيو اللي هي البرودكت اوف ذا ايونز بتساوي الكي اس بي اذا انا في الاتزان، اقل من الكي اس بي اذا لسه لازم يدوب اكثر، واذا كانت اكبر من الكي اس بي معنى ذلك الايونات لازم تعود تتجمع ويصير عندي عمليه ترسيب. نشوف مثال على هالفكره. predicting whether a precipitate forms does a precipitate form when 0.1 liter of 8 × 10⁻³ مولار بي بي نيتريت از ادد تو 0.4 لتر اوف 5 × 10⁻³. طبعا
طبعا انا هو معطيني مولاريتي وفوليوم ومولاريتي وفوليوم. بنلاحظ الفوليوم الاول 0.1 لتر والفوليوم الثاني 0.4 لتر. بناء على ذلك لما هدول بدي اضيفهم حيصير التوتال فوليوم قديش؟ 0.5 لتر. مولاريتي في في، مولاريتي في فوليوم بيعطيني المولز، مولز على التوتال فوليوم بيعطيني اللي هي المولاريتي للمركب في الحجم الكلي. فانا هنا باخذ ام في في على التوتال فوليوم حيعطيني المولاريتي للليد نيتريت، وام في في على التوتال مول فوليوم حيعطيني المولاريتي للصوديوم سولفيت. الان صار عندي مولاريتي ومولاريتي، بحسب كيو. كيو بتساوي البي بي 2 بلس في الاس او 4 ماينس، لانه انا هذا اللي بدي اياه. يعني كأني خالط انا ليد نيتريت مع صوديوم سولفيت عشان يعطيني ليد سولفيت زائد صوديوم نيتريت. هذا سوليوبل، سوليوبل فيش غير هذا سوليد. هذا اللي انا بدي ادرس دائبيته. الان عندي تركيز من ايون البي بي حسبته وبيساوي هو تركيز المركب، وعندي تركيز من ايون الاس او 4 حسبته وبيساوي تركيز المركب. ليش؟ لانه هذا نسبته في المركب واحد وهذا نسبته في المركب واحد، والا لو النسبه اختلفت بضرب فيها. بحسب الكيو، الكيو 6.4 في 10 اس ناقص 6. الان لو بدي اقارن مع الكي اس بي لهذا، بلاحظ انه الكي اس بي 6.3 يعني هاي الكيو طلعت عندي 6.4 في 10 أس ناقص 6. الكي اس بي شفناه من الجدول 6.3 في 10 أس ناقص 7. الكيو أكبر من الكي اس بي، الكيو هنا أكبر من الكي اس بي. طالما الكيو أكبر من الكي اس بي إذا حيصير عندي الليد سولفيت والبريسبيتيت، بمعنى انه تفاعل الذئبية حيتحرك بالاتجاه المعاكس، الايونات حتتجمع عشان نذهب للاتزان. اخر مثال بدنا نحله اليوم، بيقولنا احسب الايون كونسنتريشنز فور بريسبيتيشن. لو كان عندنا محلول بيحتوي على 1 × 10^2 مولار اي جي بلس و2 في 10 اس ناقص 2 مولار بي بي 2 بلس، يعني عندي ايونين انا كاتايونز وبدي اضيف سي ال ماينس. يعني كانه بدنا نشوف احنا المساله انه عندنا اي جي بلس وعندنا بي بي 2 بلس. الان انا قاعد بضيف هنا سي ال ماينس، طبعا هذا مع السي ال ماينس بده يعطينا اي جي سي ال، وهذا مع السي ال ماينس بده يعطينا بي بي سي ال 2. واضح؟ فاذا عندي ايونين موجبات وانا بدي اضيف سي ال ماينس، بده يتكون عندي اي جي سي ال وبده يتكون عندي بي بي سي ال 2. الان باجي بسال نفسي او هو بيسالني، يا ترى مين اللي في هدول بده يبدا يترسب في الاول؟ اذا كان عندك سوليوشن في 1 × 10^-2 من هذا، 1 × 10^2 من هذا وله كي اس بي، وفي 2 × 10^2 من البي بي 2 بلس وضفت عليه سي ال ماينس، كون ل اي جي سي ال وكون ل بي بي سي ال 2. هذا له كي اس بي وهذا له كي اس بي، ممكن هذا يترسب وهذا يترسب. الان بيقول لي شو التركيز اللي لازم عشان نبدا في الترسيب. لما اطلع على قيم الكي اس بي بلاحظ انه الاي جي سي ال ذائبيته اقل، عشان هيك لو انا قلت عوضت بالكي اس بي اي جي بلس في سي ال ماينس، عند الكي اس بي عند الاي جي بلس السي ال ماينس اللي عنده بده يبدا التركيز الترسيب 1.8 في 10 اس ناقص 10. واضح؟ لا، هذا قيمه الكي اس بي لما احسب السي ال ماينس 1.8 في 10 على 1 في 10 1.8 في 10 اس ناقص 8. الان نفس الشيء لو بدي احسب الكي اس بي 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 2 بلس في سي ال ماينس سكوير، اعوض في تركيز الليد والسي ال ماينس احسبه، حيطلع عندي السي ال ماينس
2.9 في 10 أس ناقص 2. الآن أنا لما بكون بضيف بيبدأ يتكون عندي تركيز إيش قليل. أول ما التركيز القليل من Cl- يصل ل 1.8 في 10 أس ناقص 8 هذا بيبدأ يترسب Start Precipitation. إذن مين اللي بده يترسب أول؟ الـ AgCl. عند أي تركيز؟ عند 1.8 في 10 أس ناقص 8. طب نقول طب الليد كلورايد وقت ايش بترسب؟ بترسب بعدين كتير لما يصير التركيز عالي يصير 2.9 في 10 ناقص 2. ولذلك انا بقدر اعمل سيلكتيف بريسبيتيشن، يعني ارسب انتقائيا هذا، اتحكم في التركيز. لو ضفت سي ال ماينس كتير كتير حرسب التنين، لكن الانسان الذكي بضيف كمية سي ال ماينس تكفي انه هذا يترسب وما أصلش لترسيب هذا. وبناء على ذلك أنا بقدر أرسب من خلال التحكم بالتركيز المركب الأقل ذائبية وأسيب المركب الأكثر ذائبية. مين الأقل ذائبية؟ هيو من الكأسبي الAgCl أقل ذائبية من الليد كلورايد. فعند هذا التركيز ببدأ أرسبه. بصلش، أهم شيء أي تركيز ما يصلش لهذا التركيز، يعني التركيز يكون أقل من هذا، معنى ذلك هذا مش حيترسب. شو اللي حيترسب؟ فقط الـ AgCl. وبهيك إحنا بنعمل Selective Precipitation. بننهي المحاضرة اليوم، إن شاء الله في محاضرة قادمة بنحل المسائل على الفصل 17.